الزلزال اللي ضرب الكويت صباح اليوم، ونرجع لزميلتنا إسراء جوهر، وحياك الله معنا مجددا إسراء. لو تحكي لنا شوي عن لحظة حدوث هذا الزلزال، وكيف تعاملت معه يعني الناس، وكيف تعاملت حتى معه السلطات الأمنية والحكومة؟ بالفعل كما ذكرتم أن اليوم شعر سكان الكويت خصوصا المناطق الجنوبية في البلاد بهزة أرضية، يعني يقول الخبراء أنها قد تكون هي الأقوى في تاريخ الكويت التي شعر فيها السكان. بكل تأكيد يعني في السنوات الماضية أكثر من هزة أو توابع زلزال شعر بها سكان الكويت، لكن هذه المرة كان الشعور محسوس، خصوصا أنه كان في يعني بداية الفجر. هناك فيديوهات متداولة بخصوص بعض الأضرار في الممتلكات، يعني أضرار البسيطة. بكل تأكيد الجهات الرسمية أكدت أنه لا توجد هناك أي إصابات بشرية أو إصابات يعني حتى في الممتلكات قوية، لكن الشعور بالهزة والخوف الذي كان يعني يصاحب هذه الهزة خصوصا في مناطق قريبة من منطقة الأحمدي النفطية، هي في جنوب البلاد، والمناطق السكنية الجنوبية شعر سكانها بهذه الهزة، وكانت هناك يعني مباشرة اتصالات للطوارئ للاستفسار عن مدى قوة هذه الهزة ومنبعها ومن أين كانت. ولكن أيضا هناك تنبيهات في السنوات الأخيرة من خبراء الزلازل يقولون بأن الكويت قد تكون عرضة لزلازل مستقبلا، خصوصا وأنها يعني تقع بالقرب من دول مشهور عنها الزلازل والهزات الأرضية. طيب إسراء، لو تحدثنا عن المناطق اللي شعروا فيها السكان بالهزة، ذكرت أنها هي المناطق الجنوبية، بس ماذا عن الأضرار؟ الحمد لله ما كان في أضرار بشرية، ولكن ماذا عن الأضرار الأخرى؟ تقدر تصفيها لنا لو سمحتي؟ هناك فيديوهات متداولة لبعض المنازل، لمنزل يقع في منطقة صباح الأحمد وهي منطقة يعني حديثة جنوب البلاد، هناك بعض الأحجار التي وقعت من المبنى، أيضا هناك كاميرات حرارية رصدت في بعض المحال التي كانت طبعا مغلقة في وقتها، لكن تداولوها في السوشيال ميديا. كانت هناك اهتزازات، يعني الهزة الاهتزازات يعني طالت لمدة 10 ثواني، ولكن كانت محسوسة وشعر بها معظم السكان. زميلتنا من الكويت إسراء جوهر، شكرا جزيلا لك.